النهاردة الاحتلال الإسرائيلي منع الشيخ يوسف سلامة وهو أحد خطباء المسجد الأقصى المبارك من القدوم إلى مصر للمشاركة في مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الشيخ يوسف سلامة. أهلا بك يا شيخ يوسف. أهلا بكم، حياكم الله. ما تفاصيل ما حدث معك بالضبط؟ حقيقة أنا تلقيت دعوة من فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للمشاركة في أعمال مؤتمر الأزهر للعالم لنصرة القدس، والذي ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين في يومي الأربعاء والخميس غدا وبعد غد. والحقيقة أي مواطن فلسطيني يريد أن يخرج من فلسطين لابد أن يحصل على تصريح للخروج. نعم. فأنا تقدمت إلى الجهة الفلسطينية المسؤولة وهي وزارة الشؤون المدنية للحصول على تصريح للمشاركة في عمل المؤتمر. فكان الجواب بعدم السماح للسفر وأنه ممنوع من السفر. هل قيل لك لماذا أنت ممنوع من السفر يا شيخ يوسف؟ أنت تسألني لماذا أنا ممنوع من السفر؟ هذا ما تقرره سلطات الاحتلال، هي السلطة الظالمة. صحيح صحيح. لا يعني نعم، سؤالي لك عندما يمنعونك من السفر هل يقولون لك لماذا؟ لا، هم أصلا ليس بينني وبينهم اتصال، إنما يتم عن طريق الجهة الفلسطينية المسؤولة. أها. هي التي تقدم الطلب، هي التي تتلقى الرد لأنه هذا الشخص ممنوع من السفر وللمشاركة في هذا المؤتمر. فأنا أرسلت لفضيلة الإمام رسالة أعتذر فيها عن الحضور، لأنه أرسل لي رسالة شخصية من فضيلته، فلا بد أن أرد الجميل إليه، وأشدته بجهوده ودعمه للقضية الفلسطينية وخاصة قضية القدس، وشكرته على عقد هذا المؤتمر العتيد، متمنيا النجاح للمؤتمر وأن يخرج إن شاء الله بقرارات تدعم صمود المقدسيين، وأبلغته بعدم السماح لي بالسفر للقاهرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن يعني ما رسالتك إلى المشاركين في هذا المؤتمر، مؤتمر الأزهر الشريف لنصرة القدس؟ رسالتي إلى المشاركين بداية أنا أشكر، أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على جهوده الكبيرة وحرصه على إقامة هذا المؤتمر العالمي لنصرة المدينة المقدسة، وما قرره فضيلته من وجوب تدريس مساق علمي في جميع المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر عن مدينة القدس، ودعوته الخطباء في العالم الإسلامي للحديث عن الأقصى، ورفضه لقرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل السفارة إلى القدس وأن تكون عاصمة لدولة الاحتلال، ورفضه أيضا مقابلة نائب الرئيس الأمريكي، ورفضه جميع الإجراءات الإسرائيلية وتحياته الكبيرة للطفلة عهد التميمي، وأنه يتابع كل صغيرة وكبيرة تخص المدينة المقدسة. هذا موقف كبير، ونحن نشكر مصر وعلى احتضانها لهذا المؤتمر، ونتمنى لها التقدم والازدهار والأمن والأمان كي تكون دائما القائدة والرائدة في العالمين العربي والإسلامي. أخيرا شيخ يوسف، حدثنا عن الانتهاكات الموجودة الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي لحرم المسجد الأقصى المبارك. والله آخر شيء هو ما حدث اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت موظفي دائرة الأوقاف بلجنة الإعمار من ممارسة عملية الترميم والصيانة في كافة أرجاء المسجد الأقصى. وهناك يعني المكتب الهندسي في الأقصى التابع لدائرة الأوقاف ولجنة الإعمار يريدون أن يقوموا بأعمال ترميم في مسجد قبة الصخرة، وتم منعهم من ذلك ومنعهم من أي ترميم داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. هذا بالإضافة إلى ما تسمعونه من إجراءات يومية من منع الشخصيات الدينية والوطنية من دخول الأقصى، من أعمال حفريات، من محاولة فرض نفوذهم وبسط سيطرتهم على الأقصى من خلال السماح بالاقتحامات شبه اليومية لقطعان المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك،
المسجد الأقصى المبارك يتعرض لخطر كبير ويتعرض لمؤامرة كبرى، وما القبور الوهمية ومحاولة إقامة القطار الهوائي من فوق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة إلا خطوات لمحاولة تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، تمهيدا لتحقيق ما يعشعش في عقولهم الخرافات بهدم الأقصى لا سمح الله وإقامة ما يسمى بهيكلهم المزعوم على أنقاضه. لكن كما رأيتم أخي الكريم قبل 5 أشهر في منتصف شهر يوليو الماضي عندما هب المقدسيون رجالا ونساء شيبا وشبانا، حتى المسيحيين وقفوا مع المسلمين في أزقة القدس يصلون لمدة 2 أسبوع في شوارع وأزقة القدس، حتى أجبروا هذا العدو المتغطرس على إزالة البوابات الإلكترونية والكاميرات الخفية، وانتصر المقدسيون ودخلوا المسجد الأقصى مهللين مكبرين. هؤلاء الرجال الذين حطموا هذه المؤامرة لن يسمحوا بأن يفرض الاحتلال سيطرته على الأقصى، فسيبقى الأقصى ومدينة القدس كما هو عربي إسلامي إلى يوم القيامة إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا الشيخ يوسف سلامة، أحد خطباء المسجد الأقصى المبارك.